فرددت عليه والله لا أعرفه. قال: يا شيخ، أنا مهموم مريض وعندي وسواس ومسحور ومديون ومفصول، ايش رايكم بهالمصائب كلها تجمعت في بدن واحد؟ فلزمت استغفر الله، ولزمت الفاتحه، ولساني لا يفتر عن قولي لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. والله شفيت وقضي ديني والان في وظيفه. والله يا شيخ ما زدت عن قول لا حول ولا قوه الا بالله، سمعت شرحها، تدبرتها. بعضهم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، بس لكنه لا يعرف معناها. فالحول بيد من؟ نرجع إلى من؟ من بيده مفاتيح الفرج؟ من الذي إذا طرق بابه فتح؟